دكتور هيدا السرسي وكيل اداره الانتاج الحيواني باسكندريه، اهلا بيكي. اهلا بيكم، كل سنه طيبين. احنا النهارده في مزرعه بتطبق التحسين الوراثي بالنسبه للابقار والجاموس البلدي، كاول مزرعه هنا في مصر هنا في العمليه في اسكندريه. احنا بدانا معاهم ازاي هنا؟ اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنه وانتم طيبين، شرفتونا هنا للمرات كتير. المزرعه هنا عندنا اول مزرعه هنا في اسكندريه او في زمام محافظه اسكندريه، مترخصه عندنا هنا بنظام تطبيق التحسين الوراثي الجديد. النظام دوت دخلوه او احنا دخلناه عن طريق السيمنز او السائل المنوي اللي موجود عندنا، هم بداوا ياخدوه من مركز التلقيح الصناعي وبداوا يشتغلوا بيه. الكلام دوت بقاله 3 سنين علشان ينتج اول جيل من الموجودين السلالات الموجوده، سواء كانت الجاموس او الابقار، من السلالات التحسين الوراثي اللي موجوده هنا عندنا في مصر. تمام. للابقار البلديه. تمام. احنا بنتابعها ازاي كاشراف بيطري، كاشراف تغذيه للمزرعه دي؟ بص، الاشراف البيطري تختص بيه مديريه الطب البيطري. اللقاح بتاعهم بيجي من الهيئه العامه للخدمات البيطريه، وهم اللي بيبداوا يحصنوا ويلقحوا الموجود عندنا. احنا هنا بيكون الاشراف على التغذيه واشراف على المزرعه نفسها، من حيث التراخيص، من حيث المشكلات اللي هي بتواجههم، اي حاجه من الحاجات اللي هي مثلا خاصه بالانتاج الحيواني في الزراعه، او المشكلات اللي بتواجههم في التغذيه، الاعلاف، الرده، الكلام دوت كله احنا هنا اللي بنتابعهم هنا في اسكندريه. طب انا عايز انقل تجربه الحاج خالد النهارده لكذا مزارع او كذا مربي في اسكندريه، احنا محتاجين ايه؟ بص، احنا عملنا 4 ندوات الفترة اللي فاتت، كل ندوة في منطقة معينة. اول ندوة بدأنا بيها هنا كانت في العمرية، علشان خاطر تطبيق تحسين السلالات الوراثية اللي موجودة هنا عندي. مجموعة كبيرة من المزارعين بدأوا يستجيبوا، لان هم ياخدوا اللقاح وياخدوا السائل المنوي من الهيئة العامة للخدمات البيطرية ويطبقوه. بس المشكلة انه لازم ياخد وقت طويل علشان خاطر ينتج اول جيل، فمدة الحمل والولادة بتاخد وقت عشان تنتج لنا جيل. الجيل دوت بعد ما يتربى ويطلع فبياخد سنة تانية علشان يطلع لنا جيل محسن وراثيا او معدل وراثيا. هل احنا بننسق مع المحافظات التانية ان احنا مثلا عندنا مثلا هنا مزارع محسنة وراثيا، مثلا يجي ياخد السلالة من عندنا وننشرها في باقي المحافظات؟ احنا بلغنا عندنا في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة في الوزارة، وقلنا لهم بحيث ان هم يجوا ينشروا النقطة ديت في بقية المحافظات. طبعا لان انا كاسكندرية ماليش سيطرة على باقي المحافظات، القطاع او الوزارة هناك في القاهرة هي اللي ليها علاقة ببقية المحافظات. بقية المحافظات بتيجي تزور هنا المزرعة عندنا وتبدأ تنقل التجربة وتبدأ تطبقها في محافظتها. تمام. بالنسبة بقى للجاموس البلدي، احنا عندنا هنا برضو مزارع محسنة وراثية صح؟ في عندنا مزرعتين، مزرعتين، واحده في برج العرب مظبوط، وواحده هنا ثانيه في العمريه. دي احنا بنتابع معاهم اول باول صح؟ المزرعه اللي موجوده هنا عندنا في العمريه بسم الله ما شاء الله بدات تورد لكذا محافظه، نزلت لمطروح، نزلت للفيوم، نزلت لمحافظه ثانيه جنبينا برضو. برج العرب بدات تاخد المحافظات اللي هي الميزه بتاعتها او الجو بتاعها حار شويه، علشان برج العرب طبيعه جوها كده. تمام. في ناس بتقول لك لا انا ما هتعب نفسي ليه، طب اعمل تحسين وراثي ليه للابقار او للجاموس، ما كده كده انا اجيب البقره الهولشتين وكده كده بتجيب لبن، او مثلا اعمل تسمين. انت شايف الفكره ازاي؟ بص، هو احنا مش طول عمرنا هنفضل نستورد، ومش طول عمرنا الابقار اللي بره هتبقى مناسبه معانا او مع البيئه اللي موجوده عندنا هنا. هو انا لازم اطبق نظام عندي انه التحسين الوراثي للسلالات اللي موجوده هنا عندي في مصر، علشان احسن السلاله اللي موجوده عندي بحيث انها تكون اصلا سلاله ام اقدر اطلع منها، مش ابقار خليط، اقدر اطلع منها سلاله بيور نقيه اوديها لبره او اصدرها لبره.